مفيش شك يا كابتن ان يعني بصرف النظر عن قوه المباراه او ان المباراه ذات اهميه كبيره، لكن اللعيب اللي بيلعب في وجود جمهور النادي الاهلي ده لعيب محظوظ حقيقي. اللعيب اللي بيتواجد في استاد القاهره وهو بالساعه دي فعلا يا كابتن اسلام، يعني جمهور الاهلي طول عمره جمهور عظيم جدا، عارف دوره كويس وبيحب ناديه وبيشجع باخلاص وحماس، وكمان هي فرصه كبيره جدا لعوده الجمهور بقى بعد كده باعداد كبيره ان شاء الله في اللي جاي يعني في المستقبل، وده كله اكيد مرهون بالشكل الحضاري اللي هيعمله جمهور الاهلي في الماتش ده. قبل بس ما تكمل كلامك في النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا، ده مش هو مش مرهون، احنا بنتعلم الشكل الحضاري من جمهور النادي طبعًا الاهلي طبعا، احنا بنتعلم كل حاجه كويسه. انا شخصيا يعني انت لعبت في الثالثه شمال يا كابتن وشفت جمهور النادي الاهلي بالزبط. اللي بيحمي لعيبته يعني بالزبط. انا بشوفهم مش ان هم بيشجعوا بس، دول بيحموا لعيبتهم في الملعب يعني. برافو عليك، دي نقطه مهمه جدا، انا بحمي لعيبتي بان انا لما الاقي لعيبتي بتقع مني ولا حاجه بدنيا يعني جوه الملعب، وده بيحصل خلي بالك طبعا، ده بيحصل كتير. وغير غير بدنيا لما تبقى الفرقه اللي قدامك مشدوده من 50,000 متفرج في الملعب، ده يدي قوه للعيبه، لما حقيقي. يبقى اللعيبه سمع صوت تشجيع ده حماس للعيبه، لما يبقى اللعيبه عندها القدره ان هي تبقى بتادي في وسط 50,000 متفرج، ده انا من وجهه نظري مش اللعيب رقم واحد، ده اللعيب رقم واحد واثنين وثلاثه في الملعب جمهور النادي الاهلي.